الآن وارتباطا بملف الصحراء المغربية وفي حلقة جديدة من برنامج مع المغرب من واشنطن، قال روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، قال إن الجزائر لا يمكن لها استعمال الغاز كورقة ضغط ضد أوروبا كرد على تغيير إسبانيا موقفها من قضية الصحراء، وذلك بعد أن ذكرت الشركة الجزائرية سوناتراك أنها لا تستبعد مراجعة سعر الغاز الذي تصدره إلى إسبانيا. نتابع. حيث يبحث الأوروبيون عن بديل للغاز الروسي، والجزائر خلال الأيام والأشهر القادمة ستواجه ضغطا متزايدا من أوروبا ومن الولايات المتحدة لإمداد أوروبا بحاجتها من الغاز بدلا من روسيا. فهل تعتقد أن قرار إسبانيا المؤيد لخطة الحكم الذاتي المغربية سيضع العراقيل أمام هذه الجهود؟ أعتقد أن تاريخ تزويد الجزائر لأوروبا بالغاز يشير إلى أنه أمر مستقل عن السياسات الإقليمية أو الدولية، حيث يتعامل الجزائريون بشكل عام مع هذا استنادا إلى قوى السوق. لذلك أعتقد أن الحكومة الإسبانية خلصت إلى أنه طالما أن الغاز موجود فإنه سوف يتدفق، وأن هناك مصالح هامة أخرى لإسبانيا مع المغرب. لذلك آن الأوان لإصدار بيان واضح حول خطة الحكم الذاتي.